بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا عملنا سيرش على جوجل وكتبنا في جوجل فورمز وأول نتيجة راح تطلع معنا بتكون عبارة عن فورمز جوجل، بمجرد أن احنا نضغط على جوتو جوجل فورمز راح يودينا على التطبيق الخاص بإنشاء الفورم أو النموذج أو الاختبار بشكل عام. عندنا مجموعة من الخيارات، منها أنك تختار بلانك شريحة فاضية، وإنك تختار بلانك كويز كاختبار إلكتروني، وإنك تختار كونتاكت فورمز أو مجموعة من الخيارات والتمبلتس اللي جاهزة اللي بيقدمها لنا جوجل. إحنا طبعاً بصدد الحديث عن البلانك كويز، لكن ما تقلق إذا اخترت بلانك فممكن بعد ما تخلص التصويت بتاعك إنك تضغط على رمز الترس السيتنجز ومن كويزز تعلم على ميك ذس أز أ كويز ودايركتلي راح يتحول الكويز بتاعك او التصويت بتاعك لاختبار. خلينا نرجع مره ثانيه، واحنا بصدد الحديث عن استخدام جوجل فورمز از كويزنج تول كاداه، مش لان احنا نجمع تصويت، لا كاداه نستخدمها علشان نعمل بيها كويز او اختبار الكتروني بيتكون من مجموعه من الاسئله. فنضغط على بلانك كويز، الامر اللي بدوره راح يخلينا ننشئ كويز جديد فاضي. يجي الدور دلوقتي على مرحلة تجهيز وتعبئة بعض المعلومات الأساسية اللي ليها دخل بالكويز، واللي فيها راح نحكي عن ثلاث نقاط أساسيين في الموضوع ده. النقطة الأولانية بيكون عنوان الكويز، مكان كلمة بلانك كويز دي كلمة افتراضية بيحطها جوجل فورمز لأي بلانك كويز، واللي بتتضمن العنوان اللي راح يظهر في بداية الكويز لما نيجي نبعته للناس. الجانب الثاني بيكون الفورم ديسكريبشن، وده عباره عن سطر او اكتر ممكن نستخدمهم علشان نوصف محتوى الكويز ده، ومكانه في الكويز بيكون تحت العنوان بشكل اساسي على طول. النقطه الثالثه بتكون عباره عن كلمه بلانك كويز من فوق خالص ليت، وده بيكون اسم الملف اللي بيكون موجود على سحابه جوجل فورمز. احرص على انك تسمي الثلاثه او تستخدم الثلاثه بشكل وظيفي وبينعكسوا على الهدف من الكويز بتاعك. المرحلة اللي جاية بتكون مرحلة إضافة الأسئلة، وفي المرحلة دي احنا بصدد الحديث عن ثلاث أنواع من أنواع الأسئلة، مش بصدد إن احنا نتكلم عن كل الأسئلة اللي بيتيحها جوجل فورمز، لكن هنتكلم عن ثلاث أنواع أساسيين، أولهم بيكون المالتيبول تشويس. قبل كل شيء علشان نضيف سؤال بنضغط على علامة الزائد لإضافة السؤال. افتراضا بيكون تحت السكشن الاولاني اللي فيه الديسكريبشن واللي فيه تايتل بيكون دايركتلي بيوجهني على السؤال. الجانب الاولاني بيكون عباره عن انتايتلد كويستشن، وفي الخانه دي بتبتدي تكتب نص السؤال بتاعك. تحت طبعا بالنسبه للسؤال الاختيار الاولاني بيكون عباره عن نوع السؤال، والسؤال اللي احنا بصدد الحديث عنه مالتيبل تشويس، والعلامه بتاعت الراديو دي ده معناه اني اونلي وان كويستشن اونلي وان انسر، واجابه واحده وواحده بس هي اللي راح تكون الاجابه الصحيحه. بعد ما بتكتب السؤال بتاعك فيك انك ترفع صوره علشان تكون مع السؤال. الجانب اللي جاي بيكون مرحله انك تدخل بدائل الاجابه، ومثلا اوبشن واحد بمجرد ما انك تضغط على اوبشن 2 دايركتلي هو بينزلك على اوبشن 3 واوبشن 4 وهكذا. كما انك في بدائل الاجابه تقدر ترفق صوره مع كل بديل، واذا اتلخبط او حسيت بان في مشكله ممكن تحذف البديل. البدائل نفسهم بيقبلوا ان هم يتحركوا، كما انك ممكن تعمل شفل للانسر اساسا بانك تضغط على رمز السيتنجز الصغيره من تحت ده وتعمل شفل اوبشن اوردر، الامر اللي بدوره لما يجي يتعرض السؤال على الستودنت هتلاقي ان البدائل نفسهم مش موجودين بنفس الترتيب اللي حضرتك حاطه، لا هيتعمل لهم شفلنج او ايه زي هيبقوا بشكل عشوائي وهيعمل لهم جنريت جوجل مع نفسه. الجانب اللي جاي فيك انك تعلم على السؤال ده اذا كان ريكوايرد او نوت ريكوايرد. اذا كان ريكوايرد فبالتالي مش هينفع يعمل سبميت من غير ما السؤال ده يتحل. الجانب اللي جاي بعد ما تخلص الجانب ده بانك تضيف السؤال بندخل على القصه الثانيه الخاصه بالانسر كي، وفي الانسر كي بتبتدي حضرتك تحدد عدد النقط الخاصه بالسؤال ده، مثلا كتقييم السؤال ده عليه 10 درجات، اذا اتحل عليه 15 درجه، عليه 5 درجات، عليه درجه واحده، اب تو يو.
بعد ما بتحدد السكور بتاع السؤال ده على وجه التحديد بيبتدي يتحدد انهم واحد من الاوبشنز دي بيكون الاجابه الصحيحه. ولنفرض اوبشن 4، بتبدا بعدين تضيف الانسر فيدباك. ودلوقتي حالتين، في حاله الانكوركت انسر بتبتدي ممكن تكتب له مثلا نص معين زي اجابه غير صحيحه، وفي حاله الكوركت انسر بتكتب له نص معين زي احسنت. وفي الحالتين تقدر حضرتك ترفق له رابط معين اذا كان مثلا تصحيحي، رابط على يوتيوب او رابط على ساوند كلاود او اي شيء ممكن يساعده في انه هو يحاول يديله فيدباك، سواء كان تصحيحي اقصد علاجي او اذا كان اسرائي للاستزادة من المعلومات. بعد ما تعاملنا مع السؤال الاول او النوع الاول من الاسئلة، هو سؤال المالتيبل تشويس او اختيار من متعدد ببديل واحد واحد بس من ضمن البدائل اللي بيكون هو البديل الصحيح، راح ندخل بشكل مباشر على السؤال التالي. وما ننسى علشان نضيف سؤال جديد، كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نضغط على add question، هيتضاف سؤال تحت السؤال اللي احنا حاطينه بالترتيب تحت منه بشكل مباشر. في راح نتكلم عن الشورت انسر. الشورت انسر واحد من ضمن الاسئله الخاصه بالسؤال اللي هو بنسميه زي اكمل او املى الفراغ بكلمه معينه. في بتكتب نص السؤال بتاعك وبعدين بتدخل على الانسر كي. في الانسر كي بعد ما بتحدد الدرجه بتبتدي تحط مجموعه البدائل اللي ممكن تكون اجابه صحيحه. وخد بالك اذا كنت انت بتكتب باللغه العربيه فالمساله كيس سنسيتيف لحاله الحروف. مثلا اذا كنت بتملي سؤال زي ما هي عاصمه جمهوريه مصر العربيه، ممكن ناس تكتبها القاهره اخرها ت مربوطه، ممكن ناس تكتبها القاهره اخرها ه، ممكن ناس تشيل الالف واللام وتكتبها قاهره على طول. خد بالك بانك بتحاول تحصي مجموعه البدائل وتحاول تحطها بنفس الترتيب، وفيك انك تعلم على make all the answers the other answers as incorrect في حالة انه بيحاول يخلي لك كل البدائل اللي بره الانسر الكوريكت انسر اللي انت بتحطهم دول يعتبر اجابات غير صحيحة. وعلى نفس الشكل بالضبط بيكون معنا at الفيدباك علشان تضيف فيدباك، بس المره دي ما في كوريكت اور انكوريكت، ممكن تبعت له بشكل مباشر رابط للاستزاده او لاي شيء تاني. افتكر انك دايما بعد ما توصل للمرحله دي فيك انك ترجع تعمل اديتنج للكويستشن مره تاني. بعد ما انهينا الكلام عن الشورت انسر راح نتكلم عن النوع التاني. خلونا نضيف سؤال جديد، والمرة دي هنختار نوع اللي هو بيكون فايل ابلود. الفايل ابلود واحد من ضمن الاسئلة اللي بتسمح للمستخدم انه يعمل ابلود او يرفق ملف معين بيحط فيه استجاباته. فيك انك تطلب من المستخدم سؤال معين، السؤال ده محتواه ومضمونه، قم بارفاق ملف معين على سحابة جوجل بتاعك. عندنا مجموعة من البدائل، لكن دايما بيكون فيك انك ترفق صوره مع نص السؤال. الجانب اللي جاي بيكون allow only specific file types، وده اذا نشطته بيحاول يديلك مجموعه من الخيارات الخاصه بانواع الملفات اللي ممكن جوجل يسمح بانها تترفع على الدرايف. بره الحاجات اللي انت بتعمل عليها تشيك بوكسز ديت، جوجل هيعمل ريستريكت او هيقيد المستخدم بالحاجات اللي انت معلم عليها. فبالتالي الاكستنشنز اللي بره، الاكستنشنز المشهوره مثلا في الدوكيومنت زي دي او سي، دي او سي اكس، لو لقيها اكستنشن من نوع صوره جوجل مش هيسمح بانه يعمل ابلود في حاله انك نشطت الخيار ده. الجانب اللي جاي كان خاص بماكسيمم نمبر اوف فايلز، وفيك انك تسمح للمستخدمين بانهم يرفقوا اكتر من ملف واحد. حدد عدد الملفات معك رينج من 1-5-10 ملفات كسبمشن للسؤال واحد واحد بس. الجانب اللي جاي كان خاص بماكسيمم فايل سايز، وده الحد الاقصى للملف الواحد اللي جوجل بيسمح بانه يترفع على الكي او على اسف على الدرايف او على السحاب. اما عن مشوار الانسر كي فما تقلق، ما في اي شيء في الانسر كي، لان السؤال ابلود بيتطلب انك تشوف المحتوى ده بعينيك وتقيمه بعد ما تفتحه.
فيك انك تحدد درجه معينه مثلا بمجرد ما ان اليوزر يعمل ابلود للملف ده، وفيك انك تحدد فيدباك باللاين واحد واحد بس زي ما كان الكلام عن الشورت انسر. بعد ما اتكلمنا عن الثلاث انواع المشهورين في عمليه الكويزنج والاونلاين اكزامز، راح نحكي اليوم في ايه اللي ممكن للطلاب يشوفوه بعد ما بيعملوا سبميت للكويز بتاعك، يعني الريفيو او الاستجابات بتاعت جوجل فورمز ردا على استجابات الطلاب. عندي مجموعه من الاوبشنز اللي بيديهاني جوجل فورمز علشان ترد على استجابات الطلاب. فيك انك تنشط الجانب ده من خلال الرفع على رمز التيرس سيتنجز وتفتح الكويزز، واللي فيه النقطة الأولانية كانت خاصة بالكويز اوبشنز، والأمر ده بيتعلق بيه جوجل فورمز بيحاول يسألك سؤال، حضرتك عايزني أطلع درجة immediately after each submission، يعني أنا ابتدي أخزن الداتا ديت عندي، وبمجرد ما أن اليوزر يجاوب على سؤال معين أحط أنا السكور، ولا later after manual review، لا سيبني أنا يا جوجل هحاول أشوف الأسئلة ديت بنفسي وأعمل لها manual review، وبعدين أدي لك الأبليتي أنك تحاول تعمل grade after release اما تطلع درجة. الجانب اللي جاي كان خاص بريسبونس كانسي، بعد ما الطلبة تبتدي تعمل سبميت للكويز ممكن تشوف ايه الميست كويستشنز، الاسئلة اللي هي عملتها غلط واجابتها الصح كانت ايه، الكوركت انسرز، الاجابات الصح على كل الاسئله، البوينت فاليوز، النقط اللي فيها داون والنقط اللي فيها اب، النقط اللي فيها جاوبوا بشكل صحيح فعشان كده حصلوا عليها، والنقط اللي جاوبوا فيها بشكل غير صحيح فعلشان كده ضاعت منهم. بعد ما خلصت تصميم الفورم بتاعك بشكل كامل من إضافة الأسئلة وغيرها من الطرق والوسائل، بيجي دور إرسال الكويز ده للستودنتس علشان يبتدوا يعملوا سبميشن أو يبتدوا يمتحنوا بشكل فعلي. علشان تبدأ تعمل سندينج للكويز للستودنتس بتوعك، جوجل بتقدم لك مجموعة مختلفة من الحلول والطرق والوسائل اللي ممكن من خلالها تعمل سند للكويز. بمنتهى البساطة اضغط على الرمز سند، ومن سند بتلاقي أول نقطة كانت خاصة بسند فيا إيميل، بإنك تبعت الكويز ده للطلبة من خلال الإيميل. كل اللي أنت محتاجه قائمة بالإيميل، سو بتحاول تكتبها separated by commas، كل إيميل بيفصل ما بينه وما بين الإيميل اللي بعد منه هو الكوم. الجانب اللي جاي بيكون أنا ممكن أبعتها كرابط، وبني أخذ الرابط ده بكوبي وأبعته للناس في أي سوشيال ميديا، أو بإن أنا ممكن أستخدم الشيرينج أوبشنز بإني أعمل شير للرابط ده على جوجل بلس أو على فيسبوك أو على تويتر، والفولورز اللي موجودين عندي يبتدوا يضغطوا على اللينك ده فيروحوا دايركتلي للرابط. الجانب اللي جاي كان خاص بالإمبيدنج كود، وده لو أنا كنت محتاج إني أضمنه داخل كونتنت مانجمنت سيستم زي ووردبريس أو موديل أو أي موقع من ضمن المواقع اللي بتشتغل على تكنيك الإمبيدنج أو تقنية تضمين مواد جوجل. وبعد الانتهاء من كل الخطوات والمراحل اللي فاتت دي، بندخل على مرحلة الجريد للريسبونسز ومرحلة تقييم الاستجابات أو تجميع السبميشنز بتاعت الطلب. يمكن من البداية خالص أنا كان عندي 2 تاب، التاب الأولاني كان خاص بالكويستشنز وده مفاده بالأسئلة، التاب الثاني كان خاص بالريسبونسز وده مفاده بالاستجابات اللي عملت سبميت للكويز. الجانب ده بيقول لي ان انا عندي في الكويز ده 7 ريسبونسز، ممكن من خلال الضغط على الكلام ده على الزرار ده اني اعرضهم في شيت باستخدام جوجل شيتس، وبيقول لي ان الكويز ده not accepted response، وده معناه انه كان مظبوط على وقت معين ودلوقتي هو مقفول، انا لو عايز افتحه علشان استقبل استجابات مرة تاني واشير للرابط ممكن ببساطة باستخدام الزرار ده.
جوجل بيديني ثلاث طرق للعرض. الطرق الطريقة الأولانية summary، الطريقة الثانية question، الطريقة الثالثة individual، ورح نمشي line by line علشان نفسر الثلاثة. نبدأ بالأولانية summary، واللي فيها جوجل بيحاول يدي لك رينج كان خاص بالدرجات واستخدام الشارتس. ولنفرض مثلا بيقول لي ان انت عندك متوسط درجة 80، كان عندي 2 85 2 95 2 و105 واحد بس، وده لان التقييم اللي كان معتمده صاحبنا كان قائم على الدرجات. تحت منها بيقول لي frequently missed questions، الأسئلة اللي فيها الناس بتغلط او اكتر من شخص غلط، ويكتب لك الأسئلة نفسها. بعدين جايب لك مجموعة الطلبة اللي شاركت في الاختبار، الباسورد بتاعهم، وثم الاسئله والمتوسط الاستجابات، يعني الاجابات. السؤال الاولاني كان خاص مثلا ب What does CSS stands for، وبيقول لي ان الاجابه دي جاوب عليها 7، والسبعه جاوبوا بشكل سليم. اذا اخترنا سؤال كان فيه مشكله، مثلا السؤال الجميل ده في 3 جاوبوا بشكل سليم، وفي 2 جاوبوا بالخاصيه دي، وفي 2 جاوبوا بالاوبشن ده، لكن الاجابه الصحيحه هي بتكون الاجابه دي. ده كان خاص بالنمط الاول من طرق العرض، هو كان خاص بالسمري، بيدي لك زي ملخص عام لايه اللي حصل بالظبط. الجانب اللي جاي كان خاص بالكويستشن، وفيه انت ممكن تمشي بتعمل تراكنج على سؤال معين، السؤال ده تشوف ايه اللي حصل فيه، استجابات الطلاب كانت فيه عبارة عن ايه، وده بيبان من انك بتختار السؤال اللي انت عايز تعرف اجاباته ايه. ولنفرض مثلا اول سؤال فيه بتحاول تشوف ايه اجابات الطلاب، هو بيقول لك 7 ريسبونس، والسبعة جابوا بشكل سليم وكان درجته 5. مثلا لو اخترنا سؤال تاني مختلف هيقول لك انا عندي 3 ريسبونس جاوبوا بشكل سليم، وفي 2 ريسبونس جاوبوا بالخاصية دي، وده اخدوا 0 في السكور، 2 جاوبوا بالخاصية دي واخدوا 0 في السكور لان اجابتهم كانت بشكل سليم. انا ممكن اقول أنا ممكن احط التاتش الخاص بتاعي بيا بان اقول الاجابه دي صحيحه او صحيحه، باني انا ببتدي احط زي باني اعمل ريفيو كمان استجابات الطلاب، لان الامر ده يعتبر لا يستقيم لان كده كده كنت عامل انصتي من البدايه. لكن جوجل بيدي لك الابيليتي بانك تعمل make as correct، يعني تخليها كأنها correct. ده بيقوم بأنك مثلا طلبت من الطلبة تاسك معين وحاول هم يعملوه، فبتحاول تصحح الإجابة دي. الجانب اللي جاي كان خاص بالindividual، كل فيه بتبتدي تختار طالب معين، هو بيبتدي يجيب لك التراكنج معاك من 1 لغاية 7، وبيبتدي معاك مثلا الطالب الاولاني كان ديفيد، وبتمشي مع ديفيد لغايه الاخر، ديفيد جاوب على السؤال ده بشكل سليم بشكل سليم بشكل سليم، ديفيد وقع في السؤال ده، وهكذا لغايه لما تمشي. ده فيو لكن من زاويه الستودنت لغايه لما تخلص خالص. يا رب اكون وفقت في توضيح المفهوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.